من فوق جبل الرماء ومن ساحة غزوة أحد ضرب الصحابة أروع الأمثلة والتضحيات والبطولات في هذه الغزوة، ومن ذلك موقف الصحابي الجليل أبو دجانة سماك ابن خرشة رضي الله عنه، فإنه كانت له بطولات جميلة في هذه الغزوة. روى أهل المغازي والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد رفع سيفا وقال: من يأخذ هذا بحقه؟ فرفعت الأيدي، كل يقول: أنا أنا. ثم قال: من يأخذ هذا بحقه؟ فأحجم القوم مخافة ألا يوفوا بهذا الحق. فقام أبو دجانة رضي الله عنه قال: وما حقه؟ قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وفي رواية قال: ألا تقتل به مسلما ولا تفر به من كافر. قال: أنا أخذه يا رسول الله. فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه. فأخرج أبو دجانة عصابته الحمراء وعصب بها رأسه، وكانت له عصابة حمراء إذا أخرجها عرف الصحابة أنه سوف يقاتل حتى الموت. فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي. ونحن في السفح لدى النخيل، أي في سفح جبل أحد لدى النخيل، وهذا نخيل جبل أحد. أنا الذي عاهدني خليلي ونحن في السفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. الله الله، عليه الصلاة والسلام. ألا أقوم الدهر في الكيول، أي لا أكون في آخر الصفوف. الكيول هو الرجل الذي يكون في آخر الصفوف، فهو يقول: ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فأخذ السيف ففلق به هام، هذا هو أبو دجانة، ففلق به هام المشركين. وكان في المشركين رجلا لا يلقى رجلا مسلما شارف على الموت إلا أجهز عليه، يقول الزبير: فدعوت الله أن يجمع بينهما، أي بين أبو دجانة وذلك الرجل المشرك، فالتقيا. فقام ذلك الرجل المشرك ورفع سيفه يريد أن يضرب به أبو دجانة، فاتقاه بدرعه، فالتصق السيف بالدرع فعلاه أبو دجانة فقتله. ويقول أبو دجانة رضي الله عنه: رأيت فارسا في المشركين يحمش الناس حمشا، فاقتربت منه، فلما رفعت السيف فإذا هو يولول وإذا هو امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. هكذا كانت بطولة أبو دجانة رضي الله عنه في غزوة أحد.